يعني سلمى انه نسعى نحن لانه نرسم ابتسامة على وجه حدا هو كتير حلو وايجابي، كيف اذا سعينا نحن نكون ايجابيين تجاه الاشخاص باختلاف شخصياتهم وردود افعالهم طبعا بشكل دائم؟ هي بداية شرارة يعني ممكن كتير يعانوا منها، وخاصة هيك بالوضع الحالي والظروف اللي عم نعيشها. كيف فينا نرضي نفسنا لنقدر نحن نرضي غيرنا؟ ايضا كيف فينا نتخلص من داء ارضاء الاخر؟ يعني نحن ممكن احيانا نشيل من حالنا ونعطي الثاني على يعني حساب نفسنا. تماما، هي عملية لجلد الذات أكيد، وممكن تتحول نقمة بحياتنا. سلمى، مهارة حياتية ممكن نحن نتعود عليها لنقدر نحن شوي نحقق خلينا نقول سلام نفسي بيننا وبين نفسنا لنقدر نحن نعطيه للآخرين؟ تفاصيل هدول المواضيع كلها يمكن والنقاط حساسة كلها رح نضوي عليها مع مدربة التنمية البشرية فاتن النظام. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك، نورتي. صباحكم، صباح الورد. يسعد صباحك صباح فاتن. يعني اليوم موضوعنا هو شيء موجود وعم نعيشه، يمكن كتار مننا بلحظة من اللحظات بحس حاله بهذا الموقف. في فرق بين انك انت تكون انسان لطيف، وبين انك انت تلاقي نفسك مجبور بكتير من الاحيان انك انت ترضي الاخرين. صح. تتحول هاي اللطافة للطافة بالاجبار، اذا ما كنت هيك ما انك قدران تتعامل مع الاخرين. خلينا نحكي الفرق بين الاجبار على ارضاء الاخرين وبين انه الشخص يكون لطيف، وشو الحد الفاصل بيناتهم؟ حقيقه هو عم بصير كلمه لطف وارضاء الاخرين عم بصير خلط بين المفهومين. حقيقه هو في فرق كتير، يعني لطف ما تنقول احنا شخص لطيف هو شخص صادق، هو عم يتنبه هذا الشيء من قلبه، ولكن كلمه ارضاء الاخرين هي لا، عم تاخذ مفهوم ثاني يلي هو عباره عن الاسلوب المزيف، التظاهر انه انا متوافقه معي، حتى بمعنى انه كل شيء بقول لك عليه كلمه نعم. كلمة إرضاء، إرضاء اللي هو هذا الداء اللي نقول عليه حقيقة هو داء إرضاء الآخرين، هو بمفهومه بيقول بكلمة نعم، شو بدك؟ خلاص أوكي نعم مثل ما بدك، وبالشغل على هالأساس. هذا الشيء اللي هو مع فترة تمام بتصيري أنت حقيقة مضغوطة بشكل لا مو طبيعي أبدا، لأنك أنت بنقول نحن بيطلع صوت الداخلي من جوا بيقول لك ارحميني شوي شوي عليه، ما بقى أتحمل نهائيا. خلينا نبسط القصة، إرضاء الآخرين يمكن خلينا بمثل شعبي مثلا، بنقول مثلا إلك لما لديب فبتقولي لي خسر ديب. هي كلمة إرضاء نعم بكل قوة تمام، بس تقولي بكلمة نعم معناتها أنت هون خلقتي مجموعة كاملة من المشاكل العاطفية حقيقة، مجموعة كاملة من الإرضاء، أنت معناتها أنت مرتاحة، مالك مرتاحة، بيناسبك ما بيناسبك، فأنت خلص 100% حتمشي بهي القصة. صحيح. ولكن في شيء اسمه عنا أنه في عنا أنه أنا بدي استعد نفسيا، أنا برتاحة بهذا الموضوع أو لا. اللطافة هي ذوق، هي بالكلمة بالأناقة، بس الواحد للأسف الشديد تستغل بطريقة كتير مبتزة. نعم، يعني دكتورة فاتن أيضا فينا نحن نحكي كلمة، أحيانا بمر بحياتنا مواقف سلمى بتجي بقلك فيك بدي أطلب منك طلب، بترد علي إذا بقدر أكيد إيه، فهون شو نحن يعني عم منقول إيه ولا بين الإيه ولا ولا هي لا، هذا الجواب الصحي اللي نحن فينا على القليلة شوي نرضي حالنا فيه ونرضي الشخص الآخر إنه إذا بقدر إيه مو إيه دغري يعني. تمام، هلا نحن هون عطيتي معناتها يا بحتقلي لي بعدين ايه او لا، طب هون انت ريحتي حالك. تمام. بمعنى انه انا مثلا اذا انا قدراتي او امكانياتي او انا بمود ما بقدر فيه، فانا بدي اعتذر منك ان شاء الله اكيد المره الجايه، ما تكون في عندي هي نوع من التهذيب بكلمه لا، يعني نحن في كثير عم تقول لك انا ما بقدر اقول لحدا لا، ما بتقدر تطلع من تمي كلمه لا، ما بتزبط معي، سواء على فكره هي كلمه لا يمكن اصدقاء، يمكن اهل، يمكن غرباء، هي مو بالضروره انه بس اصدقاء، يعني هي احيانا بينك وبين اهلك يعني بتصير قصه انه مثلا سالي نحن متعودين عليك دائما بتقولي لنا ايه وامتى وكفوا هالقصص، فهون الفكره الاساسيه يلي نحن بدك تاخذي بالمنحة الأخذ والعطاء بهذا الموضوع. تماما، يعني أستاذة ألا يمكن هاي الكلمة اللي عم تحكي فيها خلت كتير عالم مجبرين كل الوقت إذا قالوا لا بيصير في مشكلة. صح. يعني حتى بيشوفوا من الطرف الآخر مين ما كان يكون هذا الطرف الآخر عدم تقبل، وانت كيف
ترفض أو ليش؟ نحن مو متعودين عليك هيك، أنت المفروض تحل الأمور، أنت المفروض توافق، أنت المفروض تقول. أنت حكيتي حلو، إمتى أنا متعودة؟ تماما متعود، إمتى أنا بقول لا خلص هاي العادة بدي أكسرها؟ وكيف بدي أكسرها؟ يعني مثل ما قلت في أشخاص متعودين حتى مع الكل، مو بس أصدقاء أو مقربين، مع كل العالم. تعرفي شغلة إرضاء الآخرين هي غاية، هي ما بتقدري، يعني أنت شو ما عملتي ما بيمشي الحال. طب أنت بتوصلي لمرحلة حقيقة، هلأ إرضاء الآخرين هي بتاخذ شغلتين، وقت وطاقة. يعني أنت بتوصلي لآخر شيء أنه أنت صارت تستفزتي بكل طاقتك، أنت استنزفتيها بالآخير، ما عاد في بقى مجال أنه أنت تعطي حتى الوقت. أحيانا نحن في عنا مثلا صبيتين عندهم مشاكل معينة، ففي واحدة بتقول لها أنه تعي طلعي أنا مضايق خلقي، الثانية هي ما لها بمود تطلع ممكن، تمام؟ فهي بتطلع الأولى هي بتفش قلبها وبتحكي، بس الثانية هي حقيقة فاتت بدائرة الكآبة والاكتئاب. أول شيء هي ما لها مرتاحة، ثانيا أخذت ثقل كامل العواطف يلي هي عم تحكي فيها. فنحن ما قادرين نقول كلمة لا، هي عبارة عن تدريب، أنا كيف بدي أكسرها؟ هي تدريب مثل أي مهارة ثانية، معنى أنت معودة علي أنه دائما بعمل لك بقول إيه وكذا. دائما نحن أي تغيير مفاجئ هو بيكون في عندي منقول انه بتقلب الصحة او بصير في عندي نوع من تغيير بالمود اللي انت عايشة فيه. نعم، يعني ايضا دكتورة فاتن يمكن نقاط عم نضوي عليها، يعني يمكن احنا ما منحس فيها بتمرق بحياتنا، ممكن منقول بتأثر سلبا علينا، يعني دائما ايه احيانا بتفوق قدراتنا، يعني بتكوني مثلا تعبانة او مانك قدرانة تطلعي مشوار كرمال ما تزعل رفيقتك، انه ايه بطلع معك رغم انه انت يمكن على حسابك، يعني يمكن هي الساعة الرياحة تبعك كرمال انت ترضيها فانت استهلكتيها معها. فقديه مهم انه لا نحن ايضا الاشخاص المحيطين فينا نعطيهم حدود معينة، انه لا مو كل شيء انه نحن متاحين باي وقت، ما لنا قدرانين فيتقبلوا هذا الشيء، واللي بده يزعل يزعل اخر شيء. رح اقول لك شغله، هلا نحن في عنا الارضاء الاخرين، يعني احيانا انت هو في اشخاص هي ما عندها قدره على المواجهه حقيقه، ما عندها قدره على انه مثلا ضعف بشخصيتها بثقتها بنفسها، فهي مرغمه تستخدم كلمه درع اللطف، انه بلطافه بتقول لك نعم، بتقول لك ايه حتجاوب معك حامشي معك. بس هي الفكره على المدى البعيد هي حقيقه بتعمل لك انت اول شيء داخليا، في اشخاص بتقول لك انه انا ما بتزبط معي، يعني ما بحس بحالي مرتاحه غير انه اذا الكل رضيان عني. هي حقيقه هون شخصيه مهترئه، عندها في مشكله حقيقه، ما لها مشكله، ما لها هي شخصيه يلي هي تبع انه محبوبه، لان احنا كلياتنا بنحب انه نحن محبوبين من قبل الاخرين، عندنا تقدير من قبل الاخرين، ولكن في حتميه معينه ما انا اعمل حدود، بمعنى ما حدا بيتجاوز هي الحدود. كيف ما بعملها؟ دائما في عندي خطوط حمراء، مثل ما انت بتتضايق من قصص معينه كمان انا بتضايق من قصص معينه، ولكن في عالم تعمل غباشه، يعني بتضل مباحه للجميع، انه انا مالي امتى ما بتحبي انا جاهزه، انا امتى انا بامرك. هي معناتها في عندي هون خلل حقيقه بالشخصيه، هون ما تنقول نحن هذا الخلل اللي هو دائما له بذور حقيقه طفوليه، هي ما لها مهاره حياتيه. في عالم تعتاد هي من الطفوله انه بتصير شخصيه اعتماديه، ما بتقدر تكون سعيده غير بارضاء الاخرين، وحقيقه هذا بنلاقيه بالاباء المتسلطين والامهات يلي هن بيفرضوا على الطفل انه انا مثلا ماما اذا بحبك اذا عملت هيك، بكرهك بعاقبك، تمام؟ فصار شرط شرط طول الوقت، فانت هون خلقتي شخصيه معتمده انه هي ما بتقدر انه تكون بحريتها غير اذا موافقه مرتاحه، فانا الحمد لله الامور تمام. نعم. طيب كمان استاذه الاء، ببعض الاحيان بنلاقي في ناس من الاشخاص المعروفين اللي هن شخصيتهم قويه ولكن بحبوا يرضوا الاخرين، شو السبب؟ يعني في نماذج مختلفة من الأشخاص، هلا نحن بنقابل كثير عالم وبنعرف في أشخاص شخصيتهم قوية وبالحياة العملية هنن أقوياء، ولكن بنفس الوقت هنن بيعتمدوا على إرضاء الآخرين، شو السبب بشخصيتهم؟ هلا في ناس هي عندها تبع يعني هي دائما بتحب تبرز عضلاتها، يعني أنا شخصية قوية، أنا مثلا دائما بعطي إرضاء للآخرين، بمعنى إنه الأمور 100%. فهي الفكره الاساسيه، هو بيكون بمنحى شخصيته، نحن دائما كل واحد فينا له تكوين شخصيه، في ناس هي بتحب انه دائما تكون الحواليه سعيده،
تمام؟ في هي الأشخاص لو هي مو شخصيتها مثل ما تفضلتي ضعيفة، لا هي شخصيتها قوية، ولكن هي بتحكي بإطار أنه أنا مرتاح أنا وياهم، أنا مرتاح بأنه الكل مبسوط، أنا مرتاح أنه الكل سعيد، أنا ما في مشكلة، أنا بخدم الكل، المهم الكل يكون مرتاح. هي بتكون طبع ما بتكون شخصية، تمام؟ هون هو طبعه بحب إسعاد الآخرين، وهذا أحيانا نلاقيه نحن الأخ الأكبر أحيانا كثير بيتصف. هذا صعب كمان، هذا صعب، هذا صعب، ولكن 100%. يعني هو صعب لأنه أنت تعودتي على هذا، يعني هلا إذا قصر شوي فأنت بتقول قصرت، ليه تغيرت؟ شو اللي غيرت؟ كذا مثلا، هذا لأن نحن دائما نصدر الأحكام الخطأ، يعني نحن ما بنعطي للشخص مساحة إنه هو ممكن عنده ظروف، ممكن كذا، هو مو دائما معك 100%. هون مدام فاطمة نتحول لجلادين. تمام، جلادين على ذاتنا وعلى الآخر، يعني جلادين بمعنى لأن في عالم عنده مسؤولية، هذول من الأشخاص اللي هن اتجاه إنه أنا لازم كل العالم اللي بعرفه يكونوا سعداء. أنت ما خصك بمشاعر أو عواطف العالم، في أنت عم ترضيهم بمجال معين، بس أنت ما دخلك إنه يكونوا هن سعداء، هذا إرهاق لإلك، إنه ما لأنه أنا تختلف السعادة عني عنك عن سعادة. كل واحد له اختلاف بالسعادة، يعني ناس، في ناس عندها السعادة بالأكل، في ناس عندها السعادة بالطلعة، كل واحد عنده مصدر سعادة. فأنا ما بقدر أنا أحكم أنه أنا لازم أرضي العالم أوكي لا ويكونوا سعداء حطيت شرط ثاني. فبالنسبة بهذا الموضوع دائما في عندي تجاه مسؤولية تجاه الآخرين. نعم دكتورة فاتن، يعني تفاصيل كثيرة يمكن سلطت الضوء عليها، وعن جد نحن عم نعيشها بحياتنا اليومية وخاصة مع المحيطين فينا. يعني هل هو إرضاء الآخرين هو خوف من خسارتهم أو هو خوف من الابتعاد عنا؟ يعني نحن بس كسرنا حاجز هالخوف وقلنا لا أنه يلي بده يزعل يزعل، يعني نحن ما عم نقول أنه يلا يروحوا ما بدنا ياهم، ولكن كمان يعني إذا أنا قريبة منك وأنت قريبة مني بدك تزعلي لأني أنا ما قلت لك إيه، فهيدك صارت مشكلة كبيرة بالعلاقة وخلل كتير كبير. ما في محبة أساساً، ما في محبة، معناته أنا وياك علاقتنا هي عبارة أنه مصلحة. مصلحة تمام، يعني بمعنى أنه أنت أيوة ما خدمتيني ماشي أنا ما عاد أخدمك بهي، تمام، وحده بوحده. نحن هذا التصرفات مثل ما نقول لايك بلايك، تمام. فهي الفكره الاساسيه صح. دائما ما نحكي انه لا ما هي هيك القصه، هي اوسع. احنا اي عاده حقيقه انت بدك تاخديها، نعم. لو تكسري العاده بطريقه قولي نعم قولي لا اول مره، تمام، مثل اي فعل انت مثلا بدك تعمليه بس مره واحده جربي، بصير عندك مقاومه انه نعم. هلا زعلت مني، هلا شو بدك تحكي علي، هلا كذا، بصير في عندك هذا الخطاب الداخلي. ولكن اول مره ثاني مره بعدين خلص ترتبي. بس حقيقه يعني اللي بده يشتغل على كلمه لا اللي يشتغل بتهديد، لان هي كلمه لا احيانا للاشخاص اللي معودين اللي معودين عليها، اللي معودين العالم عليها كلمه انه انت نعم وفجاه تقول لهم لا، هي حقيقه بتعمل لهم نفور كبير. فهي يلا غير مره، بس اكيد هذا الاسبوع ما بعطي تسويف بعيد، تمام، لانك انت اذا قلتي لها لا ومع تسويف بعيد معناته انت قطعتي لها كرت. دائما في عندي نحن نقاط انا بشتغل عليها، لا والله مالي قدران اليوم بس ان شاء الله بقلب الاسبوع، ما تعطيتي اعطيتي هون نوع ايجابي انه باللقاء او بارضاء الاخر بالطرف اللي هو حابب يشوفك فيه. اكيد، يعني استاذه فاتن دائما بتعطينا المعلومات الصحيحه وبطريقه كثير مبسطه حتى الكل يقدر يتبعها بحياته الخاصه وايضا العامه. بدنا نشكر وجودك معنا، شكرا كثير لك. اهلا وسهلا، استاذ صباحك. يسعد صباحك دكتورة فاتن، مدربة التنمية البشرية. يعني اليوم كانت معلومات قيمة وهامة وهي من صلب حياتنا اليومية وواقع عم نعيشه. شكرا لوجودك معنا، وان شاء الله يكون لنا وقفات تانية بمواضيع كمان فيها التفاصيل. يسعد صباحكم، شكرا لكم. اهلا وسهلا.